كل كرة تبادا واش كي باسا تشبيك فاتانو كنتواجدو حاليا في برشلونة بالضبط في بلاصة دي كاتالونيا. اليوم معنا واحد الرابور اللي هو ما كيعرفوش بزاف الناس في البلاد، قليل واحد قلة قليلة، ال تاتو اللي هو واحد الرابور اللي كيعيش هنايا في مدينة برشلونة اللي غادي تعرفوا عليه اليوم كاملين. مرحبا بك معنا خاي تاتو. الله يرحم. الحمد لله اخويا بخير. الحمد لله وشكرا. كتعيش هنايا في مدينة برشلونة؟ مدينة برشلونة ندوز فيها 5 سنين تقريبا. دوزتي واحد الحياه اللي شويه عصيبه هنايا ما سهلاش داكشي ياك. غنبداو اول سؤال، شكون هو يا تاتو؟ تاتو هو واحد ولد من مدينه القصر الكبير اللي في عمره 21 عام جاي من حي شعبي دوار سعد الله مدينه القصر الكبير، واللي جا حارق في باطيره لبرشلونة. شي حارق في باطيره حيت ناضي هاد البلاد لانه عندها الحقوق، عندها بزاف ديال البلانات يعني اللي كيخلي بنادم يجي لهنايا. ولكن نتايا على ما عاودتي ليا وداك الشيء وغادي نعاودو حاليا الناس، عشتي واحد الحياه اللي شويه صعيبه هنايا مني حرقتي سي جيتي حارق. انا نبداو من اول حاجه، هو انك كيفاش طاحت لك الفكره ديال الحريق نهار الاول؟ حبيبي خالي. خالي اللي سميتو عبد الواحد هو اللي فهمتي جا عندي واحد النهار قال لي واش تبغي تمشي تحرك كذا شي لعيبات بحال هكا، كاينه واحد باطيره الا بغيتي ما كذا الله يطلق سراحو. ونعم سيدي فهمتي بقات لي ديك الفكره في بالي فهمتي. جات واحد النهار فهمتي فكرت قلت صافي نمشي، قلت للوالده صافي غادي نحبس القرايه، اما نحرق اما تنوض شي روينه هنايا ندير شي روينه ندير شي زبله. بغيت نحرق عوده فهمتي، بغيت نحرق صافي. كنت انا و العشير ديالي فراكس يعني فهمتي كنا كنريحوا في قهوه كنهضروا عن خصنا نحرقوا صافي. دخلتنا واحد الفرقه ديال الفكره ديال الحريق خصنا نحرقوا. عاد صافي جبت هذيك الساعات دازت واحد شهر هكا حرقت تبعني مسخوط. لا بلاتي كيفاش حرقت؟ خصك تعاود ليا كيفاش حرقت بالضبط من خطوه التفاصيل. شنو طرا لكم في البحر؟ واش عادي كترك في باطيره كتوصل؟ لا ماشي عادي ماشي عادي. ان فوكس تلقى في باطيره كنت في الليل في الصباح في الليل 12 خرجنا ماشي هذيك متقينا مشبرين ديك باطيره جاريين بها في واحد القنت في واحد الغابه. حركت انا ما بين طنجه واصيله في واحد الواد كتخرج كتخشوا في واد من بعد كتخرج للبحر. كتخرج للبحر صافي من فوق كتخرج للبحر. حركتي فابور ولا خلصتي شي حاجه؟ خلصت شي حاجه ياك. شحال كاع خلصتي؟ شي 2 مليون؟ مليون واقيلا سي مليون. مليون انا ما بقيتش يعني ريسكيتي بحياتك بعتيها بمليون على ود باش تمشي تجي لهاد البلاد اللي ما تستاهلش. ركبتوا في البحر مشيتوا عادي ما طرات شي حاجه في البحر غاديين؟ لا طراو بلانات. طراو بلانات بحال اش هاد البلانات هاد؟ ناضت الدبيزه فهمتي، ناضت كومبا وسط باطيره اللي جبد موس على واحد اللي بغى فهمتي باغي يفش باطيره على ياش ما عرفش شي بلانات تما خاويين. بعدا ملي دخلنا في باطيره نورمال مع ان فوا دخلنا للبحر صافي تقلب الجو تقلب فهمتي كتشوف باطيره كتهز مع حنا مشينا في المواج كتشوف باطيره كتهز في السماء كلشي ولا كيعرف الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله. انت شنو كدير ديك الساعه؟ شاد في شي حاجه ولا؟ انا حتى انا كنت لا اله الا الله معاهم بالروح. شنو شاد في الباطيره بحال في شي قنبه ولا؟ لا ما كاين لا قنبه لا والو. وجالس عادي الباطيره جالس كتشهد وصافي. حتى دخلنا للبحر حنا ديال الزودياك هي؟ واه الزودياك كبير شويه فونتون ما عرفتش شنو باش تدخل ولا فونتون. شحال فيها من الموتور هي؟ موتور واحد. موتور واحد. موتور واحد. شحال استغرقتوا على الوقت؟ شي ما عرفتش واش 12 ساعة واقيلا. 12 ساعة وانتم في البحر فين تلاحيتوا؟ أين مدينة؟ ما تلاحيناش حنا دخلت عندنا لامارين ديال اسبانيا شدتنا في وسط بحر اسبانيا وداونا ديريكت 3 أيام ديال البيجي. شداتكم وسط البحر؟ شدتنا وسط البحر. وداك السيد اللي كان سايق الباطيرة تا هو داو معاه؟ معانا تا هو. داو معاكم؟ كلشي رجعوهم هذاك كيرجعوهم فهمتي. حنايا لا حنا كنا مينوري. كنتي باقي مينور؟ شحال كان في العام ديك الساعة؟ 17 واقيلا. 17 العام يعني جيتي هنايا شنو درتي هنا أول ما جيتي باقي دري صغير طحتي هنا شتي واحد الناس اللي هما ماشي بحال الناس اللي موالف كتشوفهم في المغرب؟ واه غريبة كتجي في شكل. شنو درتي؟ لا في شكل عاد انت هنايا وما كاينه لا عائله لا والو كتحط في هذه المدينه في الدوله وكتجي جيت لبرشلونه باش يلاه وصلت ليله. دابا عم فوت حنا باش
باقي في اندلسيه انا فهمتي 3 ايام ديال بي جي ورخاوك وعاد جا عندك الحرك خصو يوصلك معاه من هنا لهنا وهادي واللعيبات كاين اللي كيطلع حارك في البوس كاين في الواحد كتحرك لا عاود لي ما تنقش لي التفاصيل بغيت نعرف انا التفاصيل راه انت كتحرك من المغرب اسبانيا وعاد خصك عاوتاني تبقى تحرك في اسبانيا خصك تحرك عاوتاني فهمتي راه تحرك حيت انت حرك ديك الساعات وما عندك لا ورق لا والو خصك باش تمشي من المدينه للمدينه مثلا انا دابا تسركلت تقريبا لوروب كامله راه ما وقفني حتى شي واحد انت مع شي واحد انت بفيزا واو ما وقفني شي واحد باش عرفوني واش عندي فيزا ولا ما عنديش فيزا لا ما عرفتيني في اندلس باقي يلاه واصل ما عندك لا فلوس لا والو كنقول لك انت راه جايب فلوسك جايب فيزا ديالك دارس الخطه شويه جاي عند الصحاب حنا راه كنقول لك راه جايين ما عارفين حتى شي واحد فهمتي يعني كشبانو من الطياره ديك اللعيبه تاع هذوك خوتنا راه باينين راه باينين فهمتي راه فين داوكم في اندلسي عند الاندلس قلت لك 3 ايام مي دوزونا ديك 3 ايام ديال بي جي راه داونا لواحد السنترو يعني بحال بيتي خيريه خيريه ما بات صافي غدا في الصباح طلعت هربتي لهم من السونتر واه هربت خرجتي بان لك حيت مع دخلت لذاك السنتر ما فهمتش والو ما عرفتش واش السنتر ولا حبس ولا شنو ما عارفش راسي شنو هذا ماشي فشكل بان لك الباب شحال كيتسيب من التحت شي كيتسيب من الفوق شي كيسرق شي روينه شي شاعل جوانات شي القضيه مرونه بزاف ما فهمت والو انا كنقول شنو هذا الشيء هذا واش انا جاي هنا فما تلفت مع ان فوا خرجت غدا في الصباح عطاونا واحد صاليد صاليده بحال تقول السلاح نخرجوا نرتاحوا تخرج للزنقه تخرج للزنقه صافي ما خرجت ما وليتش رجعت انا خرجت جا واحد الحراق عاوتاني حيت تما دابا وباش عارف انت هذا الحراق انت حيت هما شي دراري تما مين وريش اللي كيخدموا مع ذاك الحراق فهمتي راه دخلوا الدراري فهمتي راه جاو الدراري كتخلصهم حتى هما 3000 درهم واقيلا كتخلصهم باش يوصلك للمدينه مثلا برشلونه ولا مدريد منين جاك فلوس انت باش خلصتهم كتجي معاك فلوس والله ما بقيت عاقل خمس سنين هذه مابقيتش عاقل كيفاش تجيب الفلوس ضروري دارك ما يكون عطاك لا ما كان لا طلعت زيرو درهم انا زيرو طلعت زيرو والله ما عرفتش كيفاش درت ما نكذبش عليك تقدر يكون تعامل معاك انت صغير ديك الساعه تعامل معاك مابقيتش عاقل والله مابقيتش عاقل حق الله جابوك حطوك في برشلونه لا دوزنا المرسيه زعما مي كيدوزك تما كيحطك مي كتكمل له الفلوس عاد كيوصلك للمدينه اللي باغي فيها انت فهمتي الا ما كملتش الفلوس كيسد عليك تمايا المهم كاين اللي كيهرب من تما كيتسيب من البالكون كيهرب لوك كاين اللي كيخلص كاين اللي كيعلو ما عنديش فاش كيحركهم هو في طوموبيل واه كاين اللي جا في الكوفر كاين اللي جا مزاحم كاين اللي كل واحد ما كيخافش هو يوقفوه البراجات ولا شي لا هو دارس الخطه ديالو اصلا الخدمه ديالو هذيك فهمتي الخدمه ديالو هو انه يحرك الناس من الاندلس الخدمه ديالو عنده شي خدمه كتلقى واحد اخر ولكن هذيك هي خدمه كيضرب فيها صرف صحيح حيت كل راس ب 3000 درهم 3000 4000 5000 كل واحد وشحال كيحسب له راه بحال خوتك جوج حرقات فهمتي اللي بنادم اللي ما عارفهاش هذه تما في المغرب راه 100% اما بنادم يقدر يكون مثلا عنده فلوس هذه يلبس حوايج زوينين وكذا ويخرج عادي حتى هو يمشي يشد التران ولا شي حاجه ريسك انا كنهضر على راسي ريسك اخر عاوتاني انا كنهضر على راسي يعني وصلت ما كاين لا فلوس لا والو علاش حركتي واش كانت الحاله الماديه ديالكم في المغرب ما كتسمحش لك انك تعيش فيه ولا كيفاش ولا هما الوالدين ديال ولاد ولا حنا يعني نورمال عادي بحال الاغلبيه ديال الناس فهمتي ما مقود عليهم ما مقودين فهمتي عادي فهمتي طبقه متوسطه هذاك الشيء جيتي قلتي لي من بعد الاندلس وفين مشيتي صافي مرسيا من مرسيا عاوتاني جيتي عادي راسك ولا ولد لا هو اللي جابني جابك هنا لبرشلونه صافي ملي جيت هنا راه جابك عاوتاني هنايا راه لاحق فهمتي راه جاي مشرد ديك الساعات الزنقه الساعات الزنقه باش تلقى باش تمشي للخيريه مصيبك حلاه باش تعرف الخيريه فين جات فين هي وكادير في الدار وكتسول بنادم نتايا بشي كلمه تحافظهم بسباليونه وكيجاوبك هو بسباليونه كيطير فيها وكيجاوبك بالكاتالون انت ما فهم كيشرح لك فرقه وما كتفهمش فهمتي كيشرح لك فرقه فين خصك تمشي واش نو واش نو كتمشي عند البوليس كتقول لهم انا مينور كذا خصني نمشي للسنتر ما كي كيدلكش كاس وما كي ما مسوقلكش هو كاع دبر راسك فهمتي كيقول لك سير ليه ما عرفش شنو هذا شحال بتشي في الزنقه في ديك الوقيته في ديك الوقيته نهار واحد اللي بات في الزنقه على غدا كنت مشيتي للسنتر مشيت عرفنا هذيك البلاصه ولكن مشينا بجوع داك النهار فهمتي لا انا وشي دراري واحد اخرين ملي دوزت السنتر وديك الخيطه هبطوني لواحد السنتر يعني حتى هو هبط عشت فيه شويه ما بان لي حتى هو في شكل بديت نعرف شي لعيبات ما كنتش عارفهم فهمتي شي لعيبات اللي في السنتر ملي خرجت ملي دوزت السنتر اللي دوزت خرجت بحال للزنقه ما يجراو عليا
تما فين بدا لي الفيلم ديال بصح. كيفاش جراو هذا؟ جرا كنت باسل شويه في السنتر. كانوا معكم مغاربه؟ كانوا معايا المغاربه. واه مغاربه مخلط الدعوه فهمتي كلشي. تما فاش مي جراو عليا تما فين بدا ديال بصح عندي الغربه ديال بصح فهمتي. مي خرجت للزنقه تا شرو خصك تجيبها خصك لا ما سرقتيش والله الا كليتي ولا تاكل سرقتي بعض المرات. لا ما تقولش بعض المرات قول لي الصراحه باش باش غتعيش انت هذه الايامات كامله مثلا. لا ما سرق من الاخر سرقتي مزيان هاني سرقتي مزيان هذا ما غيطلع عليه هذا ما كنسرقش اخويا انا ما سرقتش. لا سرقتي باش تعيش حيت كانت الدعاش الضروره اكزاكت. دابا حاليا ما بقيتي كدير والو حيت الحمد لله دابا خدمتي اللعيبات ديك بقيتي ما عندكش كي غدي انت ما غيعقلوش عليك هنا يعني ما سرقتيش ما تاكلش. انا ما كنشجعش الناس انهم يجيو هنا يسرقوا ولا شي حاجه ولكن ما تسرقش الا جيتي درتي عقلك ما درتيش المشاكل في سندرا راه ما 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 توصلش لديك فاش تخرج تسرق فهمتي. واخا انت سرقتي ياك وقفتي على الناس هادي ديتي لهم ديالو شوف عادي هادشي والله حتى هادشي راه عادي شوف. لا والله ما عادي فوق فوق عادي غير فهمتي. سرقتي سرقتي باش تعيش اكزاكت. ما مشيتيش لذاك الشيء تاع التجارات المخدرات وداك الشيء. مشيت ويلاه خرجت منه. يلاه خرجتي منه واه هادي شي عام دابا هادشي كامل باش تعيش باش تعيش هنا حسينه وما عندك والو. اي حاجه شو هي ملي كتضرب ما غاتعيش ملي كتضرب واحد 3 سنين 4 سنين راه ضروري ما تقاس دروكه ضروري ما تسرق. ويا في السنتر راه قليل واحد النسبه قليله اللي كيدير عقله وضروري ما عادش عقلك غتخرج بحال الزنقه ما تخرج راه تسرق. ملي غتسرق وكذا غتبدا هاد اللعيبات هادو غتخرج للزنقه غتدوز للدروكه من مور هادشي كامل. اذا كنتي مقود واش الدروكه استهلاك ولا كتبيع الشراء؟ لا كنهضر انا على الاستهلاك. استهلاك الشراء بوحديتو ما كنتيش كتبيع وتشري في المخدرات؟ لا يعني انت كنتي مختصه في السرقه. كيفاش السرقه؟ واش النشل ولا كتوقفوا على عصابه؟ اشرح لي شوف عادي بحال خوك والله انا جيت عندك انا راك شتيني كيدير كنتعامل معاك عادي بيس خوك فهمتي ود البلاد. انا كنهضر معاك بحال كوايا غير باش الناس حتى هما يعرفوا شنو كاين حيت بزاف الناس تيقول لك باغي يمشي للغربه ولكن راه ما ساهلاش ما ساهلاش فهمتي. شنو السؤال كان؟ السؤال ديالك هو انك كيفاش الطريقه اللي كنتي كتشفر بها واش كنتو كتوقفوا على بنادم؟ الناس اللي هنايا في برشلونه راه يعرفوها كوزي كوزا والخطيف هادشي اللي كنا كنسرقوا. طيب ضربت التليفون على الله واه وكوزي كوزا تلعب معاه تلعب مع الكافي ملي يكون سكران فهمتي. هادشي دابا راه كنعاودو انا والله ما حامل راسي علاش؟ حيت فهمتي داكشي فهمتي داكشي داز فهمتي ما تجربه في الحياه. دابا انا كنشوف بنادم كنقول شوف باقي عند واحد فهمتي بدا كيبان لي بحال حيت كيف ما قلت لك ملي غاتسرق حيت ملي الا كنتي مقود راه غاتخرج من داكشي غاتخرج من الدروكه غاتخرج من السرقه غاتبعد من كلشي. واذا كنتي سهيتي في داكشي بقيتي عاجبك داكشي ام البوليس الله يعاونو ما يجوش يوقفوا عليك دابا ولا شي حاجه. لا ما يوقفوش عليا ليغال ماما ليغال دابا ياك ليغال واخا زين. حاليا شنو دابا درتي وراقيك ولا مازال باقي بلا ورقه على جوج؟ درت وراقي درت كلشي. كيفاش درتي الوراقه ديالك؟ السنترا السنترا هما اللي كيديروا لك وراقي ملي كتضرب معاهم شحال؟ كيديروا لك وراق ديال عام فهمتي. كيفاش وراق ديال عام؟ كيديروا لك وراق بانك تقع سيجور فرونسيل سيجور نو فرونسيل عرفت شنو هي؟ عام شنو هي كارت سيجور؟ ريزيدنسا. ريزيدنسيا داروا لك ريزيدنسا. اي سو ريزيدنسيا اقامه. شحال داروا لك في ريزيدنسيا؟ عام عام ومن بعد كيديروا لك عامين ولكن شو لقيت متشبت داكشي اللي جاي لي لك انا. الا كنتي غاتقاتل انت وغاتبقى اللعيبات وغاتبقى غاتقاتل على الوراق ديالك راه غاتكمل. شحال داروا لك في ريزيدنسيا؟ شحال بقيتي في السنترو؟ 3 سنين 3 سنين 3 سنين ولكن ماشي سنترو سنترو سوما فهمتي. دوزتي بزاف في السنترو واش؟ كانوا كيديروا لك ترانسفير ولا انت كنت كدير ترانسفير على راسك؟ ديبيندي مره هما يديروا مره نديروا انا على حسب. كاينين بزاف في السنترا واش هنايا في برشلونه؟ بزاف اوكي. السنترا واش دابا راه زادوا حتى البيركيس داروا اوتيليز داروا بزاف بلانات فهمتي كثروا كثروا وديك الخيطه ديال الماكله كيشجعوا الناس على الحريق شو هما. لا كيعاونوا كيعاونوك عاوتاني ملي كتكون مينور اما ملي كتدير مايور كيعاونوكم ماديا ملي كتكون مينور. شحال كانوا كيعطوكم في النهار؟ في النهار لا في السيمانه. شحال كانوا كيعطيوكم في السيمانه؟ بالدرهم 200 درهم. كانوا كيعطيوكم 200 درهم في السيمانه؟ 200 درهم في السيمانه. شنو غادير بها؟ ديال اش؟ ديال الكارو. ديال الكارو؟ ديال الكارو وديال شي لعيبات انت محتاجهم قهوه شي لعيبات بحال هكا. الماكله وداك الشيء على حسابهم هما. الماكله على حسابهم واه. عندهم توقيت كتدخل كتشرب. الماكله عاوتاني ما تهضرش عليها واحد الماكله يعني صاحبي. كليتي الحلوف؟ دقتو. دقتي؟ واه بحالك انت. انا ما كنتش عارف اخويا انايا.
انا ما كنتش عارف كسحب لي دانت فيما والله يا خويا كسحب لي دانت فيما بالله حتى انا ما كنتش عارف خوك مسيو اللي حطوا لي كلي شو شي كيقول كل نيه حسنه نقول هذا راه دانت فيما وبحال دانت فيما لا واكيش راه اللي ما الخوش الناس اللي كيجيو للغربه وداك الشيء خاصهم يقراو مزيان شنو مكتوب ويسولوا انا ما شفت ما سولتو ما والو بان لي داك الشيء بحال دانت فيما كليش وبنين صح بنين بصحتك لا هو بنين الله يسمح لينا ولكن ما كانتش النيه ديالنا اننا كناكلو ندوزو دابا شويه دابا حاليا دابا شنو كدير دابا دابا حاليا كنقرا كنخدم كندير موسيقى وكنحاولوا نتقاتلوا دابا انا والعشران فهمتي نديروا شي محل ديال الحلاقه محل ديال الحلاقه حتى شي محل ديال اللباس فهمتي كنحاولوا نخرجوا واحد الماركه ديالنا اللي تكون كواترو دو سميتها باقيين كنتقاتلوا وكنشوفوا شنو على الله دابا انت مقاتل هنايا في الراب مقاتلين وا ماشي مقاتل مقاتلين بين انا شوف دابا هي بحال نقول لك سكوات سميتها كواترو دوس فيها بزاف ديال الدراري ولكن انا من ديك الدراري الواحد اللي كيرابي فهمتي كاين واحد اللي شنو الخدمه ديالو هذا الواحد شنو الخدمه ديالو الواحد شنو الخدمه ديالو يعني بحال تقول شي دار فيها بزاف الناس واحد نتوما تيم شنو قلت هي ديك تيم زعما تيم وا تيم حاليا دابا انت ياك درابي عندك شي دياس دابا في يوتيوب دري المغربي خصكم تمسكوا البروز طاطو غاسبرنيك مولي قال دري المغربي كر خليك لابال نو بلا بلاص كنت تقوى ما كيتسال اكس باك فاك لا با بروفي مواصل تاع لا فاك برشلونه تيك تاك خاط فين الساك تراك ديال نو بلا بلا كاين تراك ديال لافيدا تراك ديال الزبره تراك ديال بوتا عشان مع واحد العشرين كانوا معايا في السكواد فاش كنت في المغرب وكاينه واحد اخر عشان اولا كاش كاينه شي بلانات كاينه بلانات والبلانات اللي جايين تاهما عاوتاني خدامين دابا واحد سميتو ماز دي سي اوتشو زائد 18 غيخرج واحد فري ستايل اللي كنت باغي واخا حاليا شتك في واحد في الانستغرام ديالك حاط واحد الفري ستايل في واحد لا غاديو اللي هنايا كاينه في الصباليون اسي راديو شو يعني صافا يعني انت غادي في الراب هنايا في الصباليون يعني نو برشلونه والله انا مزيان غادي مزيان الناس هنايا في برشلونه غادي مقاتل في الراب مزيان كتسجل هنا في برشلونه غادي مزيان شكون اللي كيعاونك في التسجيل شكون اللي كيعاوني في التسجيل يعني واش في الراب كامل شكون اللي كيعاونك ستوديوز ما كايناش خدمه صاحبي فريكس اها اللي هو معانا ندورو كاميرا ولا بلاش لا بلاش هو خليه هو راه روشيرشي فريكس صاحبي وكاين ميد لايف اللي كيصورنا الفيديوهات صور الكليبات لعيبات اها اللي كيدير معنا داك الشيء ديال فهمتي مقاتل معنا هو مقاتل معنا حتى دابا مقاتل معنا حتى دابا مسكين جاب كاميرا وشد لنا اللارج شنو هو الجديد ديالك حاليا اللي كتوجد فيه فري ستايل ماس دي سي اوتشو زائد 18 لعيت لحد هنا واحد يعني بدينا الكليب وباقي خصنا نكملوا عليه لعيت لحد هنا واحد جوج سيمانات ماسو مينوس وكاينه واحد تراك سميتو سولو لي موضوع ناضي فهمتي كن ما خصنيش يضيع اللي قالت كنت قاطع عليه ديال بصح موضوع ناضي كيتوشي على الغربه وكل شيء فهمتي واخا شنو هي الاهداف ديالك دابا حاليا في الحياه هنايا ملي شنو باغي تخرج من واحد النهار قلتي حقا غادي باغي نوض نمشي للحرك ياك حركتي ما ندمتيش على الحركه اللي خرجتي ندمتش باغي توصل لواحد الهدف في حياتك الهدف اللي في حياتي شنو هو الهدف اللي بغيت توصل ليه من هذا الشيء كامل؟ كاينه بزاف كاينه عندك رابور عالمي ان شاء الله ان شاء الله لكتب محل ديال الحوايج ديالي بتيندا يعني تيندا تكون في الماركه ديالي محل الحلاقه اللي كيعجبني الموسيقى والحلاقه الاستوديو اللي ما ننساهش فهمتي شي استوديو يكون مفرقع نقدروا نسمعوا شي فري ستايل اسمع فري ستايل لا واخا خليكم مع فري ستايل ديال ال تاتو هاي يا تاتي بي دقه غنصومو كان غراسي مرفوع واخا في جيبي غطري فا كواترو دوز فري دي كلشي بان غير تحتي بنيتنا ما كايناش طريب تاتو راه فو دخلوا الراب سالطو ودابا تلفو اوكي سارو نيفو وخلاها تان مع القسم لا فيفو اوكي ما يدري مشي موطو ولا كوتشي كبرنا بزيت البليده ماشي بسوشي صغري كامل دورتو غا بيسي جوال شمالي في بابي اوس بي مليسي صور غير دروك شحال درنا ديال الدروك حسبناهم رجال طلعو كاملين غاتنوك كامي هازا طلع هي فيداج طومبي طلعت حراميه شيت
طاطو كابيتان كي 14 كي ريفلي طاليبان فريكس مانيكا اوليمان هاد العام حتى ما ريكون ما غايبان هزلون فاك فول شي كنتيري جبنا هاد العام تجيبها بلوري يوري مكمل صولو مالي بيريج موري ببينو اللوف غادوري عمصوري انا كما كانتان كون طرب كون كون كمي هي في لندن موسيقى تفلو لو بارلا تانتو صولو ماروكين لو اكزبي بابل او سي بي بدك فلو زبي كاس بام بام بين نيك تامي فاك اسي ابي نيس فسخارم بيه ها ها طاطو فقطرو نيفر برو ها ها سير هاو تمزك لي ها ها جانج ستار سول فيه ها ها بودي زدي كوبي الحبة اللي قالو حكا نقول دوبي ها ها رد مغين بومبي ستيفان دو كوكاينة كشي زومبي ها ها حرق اسين اوبي تلالي كاملة دربع عر اوبي ها ها بغاولي سوبي لا دورش بيه غتربح غزبي ووي طافي بغي دولار باغي بولار كوزي كوزا ترتاح في شامبولا سنطا دريب وسط كوكا كولا اسامي جاك 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 ماشي قدك بري كا 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 وش علي في يدك كلشي بلاك 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 قام في يدك ماري كا 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 قام في يدك او انيك موك غان كاسي كانطاسي وباغي بلاصتي كنحلم شي لاص بزاف كيتقارنوا بيا دروبا ديال بلاستيك تاريا حاسي نيساسي كل بابو جي اسي قام ناسك نا غندير فيك راسي غنكاسي الفيلم غنرجع لواحد النقطة أخرى عندكم هنا بزاف ديال البوليس كيدوروا هنايا في برشلونه حتى ما كتلقاش معاهم مشكل دابا نتوما ياك شدتهمك ما عندكمش شديش مؤخرا شويه صح قبل ياك قبل كثر كانوا عنصري بزاف فهمتي كيف زيد جوج دقائق يحبسك واحد بزاف انت كيوقفوك نتايا كاملين كيفاش كيوقف اش كيجي كيوقفك حاج عرب حبس خلي ولاد بلادو كاملين مريحين انا كيما كتقول كيقول لك بورسير مورو فهمتي كيف بورسير مورو شنو حيت انت زعما كاين تا مغربي حيت انت مغربي حيت انت مورو ياك حل ياك حل مورو مورو هي مغربي مغربي الاختصاص تاع ماروكينو ماروكي هي مغرب فهمتي الاختصاص ديالو اللي مسمي على راسو مورو والله يدير لكم دابا نتوما كاملين الا هذا سائح ياك سائح مصري جا رايح حدانا عجبو الحال عجبو الراب بحالي لا انا ما سائحش انا سائح انت سائح بحال شكرا لكم بزاف الخوش الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله تلقاو شي خدمه مفرقعه وتوصلوا للهدف ديالكم ان شاء الله اللي بغيتوا توصلوا ليه عجبوني بحال الدراري في الغربه يعني تحولوا من المغرب باش يجيو هنا يديروا شي حاجه في الوقت ديالنا اللي كنا جينا حنايا دابا هادشي 5 سنين ما كيفاش كانوا كيعطيوك الورق كتخرج انت دابا مينور في الزم في السنترو يا ما عندكش فين غتمشي ملي غتخرج فهمتي كيفا وكيزيدوها باش كيكملوها كيعطيوك ورق ديال الاقامه فهمتي غير زيدو كيتواك شويه هذا تريح بها في السبالون الصاله هذه باش تجلس ما تمشي كيدير لك الخدمه ما تحلمش بها غير مسموح بالعامل ناوتوريسا دي ترافا خارج ما كيعطيكش اوتوريساسيون حتى النوار ما يقدرش يخدم فيه النوار سي النوار عرفتي شنو النوار صافي باش تبقى ايليغال والله يسهل عليكم الخوش باش تقلب على الكونترات عام فهمتك وسير باش تقلب باش تلقى كونترات ديال عام واش مصايبه لو انت عندك اصلا عندك لعيبه ما عندكش باش تخدم كيقول لك باش تلقى كونترا خصك تخدم وباش تخدم خصك كونترا فهمتي كيفاش يعني الشكل فاهم وانت كاع كتجاوز هذه المرحله بما انك مغربي شنو كيقول لك كيقول لك خصك ليكسبيريونس باش تخدم خصك ليكسبيريونس وباش دير ليكسبيريونس خاصك تخدم فهمت ديما خصو يدير لك شي حاجه ولا واحد راه خاصو يدفعك ويشوف شنو عندك عندك زيد اخويا مرحبا ما عندكش دور كورونا عاوتاني هو تسدت عليه في المغرب 5 شهور في المغرب شات سطاج ياكم بقيتي تما بزاف شكرا لكم بزاف طولنا بزاف الخوش في هذه الحلقه ولكن كانت شيقه وما سخيناش بكم كاملين وتنضربوا لكم الخوش موعد ان شاء الله اخر تسناو جوج ولا ما عاد تولى خرج شي حاجه ان شاء الله طيله صافي صعب بارك امشي بحال هكا ما تعرف yeah. شوفوا شوف الاخر عاوشين ما تعرف وفيكسيون جون ان شاء الله نبطل كازا ان شاء الله مرحبا بك تشوف عليكم الدراري وديما وي ار ستريت ارش فور لايف